أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيفي. يكثر الاهتمام في الآونة الأخيرة بالنصوص أو ما يسمى بالنصوص الموازية أو ما يسمى كذلك بعتبات الكتابة في إطار نظرية التلقي التي تركز بصفة أساسية على الاهتمام بالمتلقي أولاً وأخيراً باعتباره أحد الأركان الأساسية لفعل التلقي. يقودنا هذا الأمر للحديث عن شخصيات اللص والكلاب، وهي رواية كتبها الروائي نجيب محفوظ سنة 1961. تمثل الرواية بلا شك بداية مرحلة جديدة في أدب نجيب محفوظ، وهي المرحلة الفلسفية أو ما يسمى بالمرحلة الذهنية. وتناقش الرواية أفكار العبث والموت ومعنى الوجود وبحث البطل عن العدل الضائع والمفقود، تسهيلا للمتعلمين يعني في أقسام البكالوريا علوم إنسانية أو آداب. نختصر شخصيات رواية نجيب محفوظ لص والكلاب الرئيسية منها والثانوية في كلمتين بسيطتين، وهي عطش نسرين. كما ترون عطش نسرين، بحيث كل حرف من هذه الأحرف يشير إلى أحد أبطال أو أحد الشخصيات داخل الرواية. من طبيعة الحال نبدأ بأهم شخصية في الرواية، ويتعلق الأمر بسعيد مهران، ونرمز له بحرف السين. نرمز له بحرف السين سعيد مهران، وهو شاب مصري مثقف تحمل مسؤولية رعاية أسرته منذ صغره، مؤمن بمبادئ المساواة والعدل والكرامة والإنصاف، وهو مناصر للمظلومين وقضايا الكادحين. دخل السجن لمدة 4 سنوات، ناضل من أجل تحقيق مبادئ الاشتراكية على أرض الواقع، وهو حريص جدا على الانتقام من زوجته السابقة نبوية وصبيه علي سدرة اللذان غدر به وأدخله السجن، وكذلك من رؤوف علوان الذي تنكر لمبادئ الحزب والنضال. يعاني يعني بطل الرواية سعيد مهران من فراغ روحي قاتل وقلق وجودي وغربة وضياع داخل وطنه، وهو أسير الحقد والكره والانتقام، ويرمز في نهاية المطاف إلى الكادحين والفقراء المناضلين من أجل القيام. يقودنا هذا الأمر إلى حرف الراء، رؤوف علوان. حرف الراء إلى رؤوف علوان، ويعني هذه الشخصية هو طالب قروي مناضل مؤمن بالتغيير، وله قدرة عجيبة على الإقناع وعلى التأثير على المحيطين به وعلى محاوريه. أكمل دراسته ثم تحول إلى صحفي ناجح ولامع، وانتهز الظروف السياسية الجديدة بعد ثورة 1952 أو ثورة الضباط الأحرار، فتحول إلى قلم مأجور وإلى برجوازي صغير تنكر لطبقته، وتطلع إلى حياة الأرستقراطية والثراء والغناء والغناء، يشوه الحقائق ويؤلف الرأي العام ضد سعيد مهران ويصوره مجرما خطيرا، ويرمز يعني ترمز هذه الشخصية
إلى البرجوازية الفاسدة التي تأكل طعام الفقراء. حرف، نذهب إلى حرف العين، أعليش سدرة. إلى حرف العين، أعليش سدرة، وهو صديق سعيد مهران، وهو يعني هذه الشخصية غريم سعيد مهران، والمستفيد الأول من سجنه، والمستولي على زوجة سعيد نبوية وابنته سناء وجميع ممتلكاته، وهو متحايل كبير، انتهازي خائف على مصيره الشخصي، ومتخذ لجميع الاحتياطات حتى ينال من خصمه سعيد مهران، وهو يرمز لخيانة الصداقة. نذهب إلى حرف الشين، ويعني يرمز إلى الشيخ علي الجنيدي، وهو زاهد متصوف له انشغالات روحية بعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي، يحاول تبرير الواقع بالغيبيات لأنه المستفيد الأول من الوضع السياسي السائد، ويشكل لمن حوله نوعا من الإطمئنان النفسي، يشكل نوعا من الإطمئنان النفسي والروحي لسعيد مهران، ويلجأ إليه هذا الأخير دائما في أوقات الشدة، وهو يرمز للتصوف والفكر الديني ويعني الإيمان بالغيبيات. نذهب إلى حرف النون، ويمكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول نبوية، وهي شخصية مركزية في الرواية، زوجة سعيد مهران، وهي متقلبة وأم سناء، يعني ظل سعيد يحلم بعد خروجه من السجن بالاستقرار الدائم إلى جوارها مع ابنته سناء، لكنه بعد الخروج من السجن وجدها قد تزوجت وتنكرت له وارتبطت بصديقه، وهي ترمز للخيانة الزوجية. إذن استكمالا لحرف النور، كذلك هناك شخصية نور، الشخصية الثانية، وهي عنصر مساعد للشخصية الرئيسية، وتمثل مومس أو عاهرة، يعني جنت عليها الحياة الاجتماعية، وهي متوسطة الجمال، مستسلمة كليا لرغبات الزبناء ونزواتهم، مغرمة بسعيد مهران، وفرت له الطعام والمسكن والجرائد والسيارة، وهي رمز للإباحية والقيم المفقودة داخل المجتمع المصري. نذهب إلى حرف الطاء. عطش، حرف الطاء، طارزان أو المعلم أو المعلم طارزان، صاحب مقهى، وفر لسعيد مهران المسدس وأمده بمعلومات جد هامة ساعدته في الهروب والاختفاء عن أنظار الشرطة، يرمز للصداقة الصادقة والإخلاص الكبير. نذهب إلى حرف السين، ويعني إلى الطفلة سناء، وهي محل وموضوع صراع بين الأب الطبيعي سعيد مهران وزوج الأم والمحتضن علي السدرة، لم تتعرف على أبيها، تبدو خائفة ومضطربة أثناء اللقاء الذي جمعها بأبيها الحقيقي سعيد مهران، وهي ترمز للبراءة المختصر. في الختام، رواية اللص والكلاب وشخصياتها هي شهادة موجعة، شهادة موجعة لتحول
الثورة إلى مسوخ والمثقفين العقائديين إلى لصوص وخدم للطغم الثورية الهجينة. عموما ما يمكن تذكره فقط من خلال كلمتين عطش نسر، أن هاتين الكلمتين توحلنا إلى شخصيات الرواية بنوع من البساطة وفي جملة واحدة. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الله الساورة، دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة جديدة من حلقاتنا. كل الشكر على حسن المتابعة وعلى تعليقاتكم وعلى دعمكم، في أمان الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.